السلام عليكم البنات، واش راكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اذا بالنسبه للقهوه نتاعي انا هنا وجدت كان عندي الكروكي. بالنسبه للكروكي راني حطيته ديجا في لاشان كما راكم تشوفوا فيه، بزوج بيضات فقط. وهذه الغريبيه والكاتو كانوا من عند حبابنا واهلنا وناسنا، وهذا المقروض ايضا راني حطيته في لاشان من قبل. اذا راح تشوف معايا واش حضرت بالنسبه للعشاء وبالنسبه للسهره. بالنسبه للسهره هنايا اخترت خيرت لاموس وشوكولا، لاموس بالبنان ولا شونتيي وشوكولا. درك تشوفوا المراحل تاعها، راني ديجا حطيتها هي ايضا فلاشان عندي، وراح نحط لكم الرابط بالنسبه للوصفات اللي درتهم اليوم كامل. راح نحط لكم الروابط تاعهم في صندوق الوصف هكذا، باش اذا حبيتوا وصفه من الوصفات راح تلقاوها مباشره في صندوق الوصف، ما كان لا تزيدوا تحوسوا عليها. اذا هنا كما قلت لكم هنا عندي كميه من الموز، استعملت ربع حبات تاع الموز. نتوما وين تكون الكميه العدد نتاع الافراد وين يكون بزاف وين تزيدوا، سينو تنقصوا. استعملت الحليب، بالنسبه للحليب تاعي يكون بارد. هنايا زوج كيسان تاع حليب بارد مع ربع حبات موز. بعدها راح نضيفوا لا شونتيي، كريم شانتيي كما راكم تشوفوا، واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، مازال راح نزيد، سبعة ثمانية هكذا. اذا هنايا حطيت 8 9 10، حطيت 10 ملاعق اكل تاع كريم شونتي مع ربع حبات تاع البنان ولا خمسه يكونوا صغار، ومعاهم زوج كيسان تاع حليب بارد بيان سور. هنايا كيما راكم تشوفوا الخليط تاعي كيفاش راه جا، وراح نضيف لهم الزبده ذايبه. انا ذوبت الزبده، عفوا راح نذوبت الشوكولا تاعي، وراح نضيف الشوكولا ونزيد نخلط مليح باش تخلط هذيك الشوكولا مع الخليط السابق. كما راكم تشوفوا اذا هنا الخليط تاعي بالنسبه للاموس تاعي راهي واجده. وبالنسبه لهذا اللاموس باش نذكركم لازم توجدوها الصباح بكري باش تاكلوها العشيه، قصدي في السهرة، ولا توجدوها في الليل باش تاكلوها غدوة الصباح. كما راكم تشوفوا فيها راهي خاثرة وين تطول وين تزيد تحكم روحها. بعدها واش درت؟ وجدت الكاوكاو تاعي. بالنسبة للكاوكاو انا نوجده في الدار، يجيني بنين ويجيني هايل خير من تاع برا، يجي مقرمش مالح بنين بنين بنين. هنا عندي الكاوكاو تاعي وعندي فنجان صغير درت فيه الماء ومعاه الملح. كمية الملح ديروا عينكم هي ميزانكم، ما تكثروش بزاف وما تديروش قليل باش يجيكم مالح. هنا واش راح ندير؟ راني نخلط هنايا في الملح تاعي مع الماء، واش راح ندير في نفس الوقت؟ راح نحط هذا الكاوكاو تاعي في الفور يتحمر، وفي كل مره نخرجه ونبخه بهذاك الماء ونعاود نردو يشيح ويتقلى ونزيد نعاود نخرجه، بشرط انكم تعسوا على عينكم كما راكم تشوفوا فيه جا بنين يهبل يهبل. ايضا واش راح ندير؟ راح ندير عندي طاجين ملوك. بالنسبه لطاجين ملوك راني حطيته ديجا في بلاشان، راح نزيد معاه الزبيب وعين بقره اللي راني فبر فيهم. وراح نحضر ايضا هنايا تليتلي بالدجاج، تليتلي ثلاث دقائق اللي حضرته، وحطيت الوصفه كما قلت لكم سابقا في القناه. هنا واش عندي؟ عندي اللحم، واش درت؟ اللحم داويته بنفس الطريقه اللي مال فندير، هاني حطيتها ديجا في القناه تاع الدجاج محمر يجي هايل هايل. انا عندي بعض الوصفات اللي كنت درتهم بالكتيبه فقط ما كانش الصوت، وباذن الله راني راح نعاودوه لكم بالصوت باش تزيدوا تفهموه مليح. اذا بالنسبه للدجاج عفوا هنا يعني استعملت كميه قليله تاع الدجاج. بالنسبه للحم تاعي درت له الطوماط الثوم الفلفل الحار ملح فلفل الكحل والزيت والماء. هنا بطبيعه الحال التليتلي راني قليته باش نوجدو.
هنا عندي ايضا البطاطا تاعي، راني اعتمدتها الطريقه من قبل في اللحم المحمر في الكوكوت مع البطاطا. هنا بعد ما نفورها نخرجها، نداويها بالزبده، الثوم، المعدنوس، الفلفل الحار، الكركم، ملح، فلفل الكحل، ونحطها تحمر لي في الفرن. هذا هو العشاء تاعنا اللي وجدته لنهار اليوم. نتمنى انه يكون، راح نبداو نشوفو الساعة هنا وش عندي. عندنا تلي تلي لا سالاد، طاجين الملوك، وعندنا هاي السلطة تاعنا اللي وجدناها، سلطة عادية ككل العائلات اللي حضروها. وبعدها وش راح نديرو؟ راح نشوفو اللحم اللي وجدته هو والبطاطا، صدقوني راهو طاب الزبدة، طاب الزبدة. هنا ما بانتش الصورة مليح، حنا وجه على شكل وردة كي تشوفوا في الحقيقة، فكي تشوفوا في الحقيقة تبان لكم لا فوتو تاعو خير من في الصورة هكذا. بالنسبة للحم تاعنا كيما قلت لكم، راني درت له ربيت له الطماطم والثوم، ودرت شوية فلفل حار، صدقوني جا روعة. ودرت له الماء ونعسه يطيب في كل مرة كيما راكم تشوفوا فيه، وطاب زبدة زبدة زبدة. وبالنسبة للبطاطا راني حمرتها بطبيعة الحال في الفول، قلت لكم الطريقة هذه راني اعتمدتها ديجا من قبل في اللحم تاع الكوكوت، نفورها ومن بعد كي تفور نقصها، كي تطيب نقصها ونداويها ونحطها تحمر لي في الفور باش نقصو شوية القليان ونقصو ليدا. بطبيعة الحال ايضا عندنا هنا لحميص، لحميص راني وجدته من قبل وحطيته في لاشان كيما قلت لكم، راهي وصفات مكتوبة واكيد راح نعاودهم المرة الجاية بالصوت بإذن الله. عندنا هنايا التليتلي تاعنا، تليتلي 3 دقائق، هذا تليتلي عمر بن عمر يطيب في 3 دقائق، بعد ما تبدأ تزفر الزفارة تحسبي 3 دقائق صاي طيب، لكن تليتلي الاخر كيما الدار البيضاء جبونس الوردة البيضاء هذا كيستغرق اكثر، 5 دقائق، 6 7. هنايا طاجين الملوك تاعي، صدقوني طاجين الملوك قسنطيني تقليدي، هنا وما بانش مليح حبات الكرطوس تاعي اللي فوقهم الجوز، هذوكوما حبات الكرطوس تاعي اللي قلت لكم كان ديجا عندي في الدار، وزدت له مع عين بقرة والزبيب، وحضرت له ايضا لاصوص، والوصفة تلقاوها بطبيعة الحال فلاشان راني وجدتها من قبل. اذا هذا هو العشاء تاعنا، ما نعرف عجب ضيافنا ولا ما عجبهمش، وعجبكم نتوما ولا ما عجبكمش، بطبيعة الحال في لي كومونتير راح نعرف اراءكم اذا عجبتكم وش خيرت لهم كوجبة الليلة هذه. هنا وش عندنا في السهرة؟ سهرة سامبل عادي جدا. عندنا اللي هنا بالنسبة للمسكوتة جابوها لنا حبابنا، الكاوكاو اللي كنت قليته بحضوركم، هنا يا لاموس تاعنا رايحك متروحة، وصدقوني بنينة بزاف بزاف.